مثل علامات الجامعة يلي بيأثروا على مسيرتك المهنية. تداولنا اليوم عن تأثير الدرجة الائتمانية أو كريدت سكور، اسم الجامعة يلي بتخرج منها وعلاماتك بيعملوا فرق كبير بنجاحاتك المستقبلية. نفس الشيء الدرجة الائتمانية العالية يلي بتساعدك تعمل صفقات أفضل وتحصل على قروض أعلى بمعدلات فايدة أقل. أما الكريدت سكور المنخفض بيكون عادة عرضة للشك وبيصعب الأمور أكثر. المعلومة صارت بإيدك، استثمر. CFI ثبت خطواتك.